كانت كلمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في قمة جدة للأمن والتنمية مؤطرة للأهداف والرؤى والقيم التي تسعى مملكة البحرين لترسيخها ودعمها في المجتمع الدولي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع دول العالم بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. نعم، حيث مثلت كلمة جلالة الملك المعظم أيده الله رسالة بحرينية إلى العالم أجمع تؤكد دعم المملكة لكل ما فيه صالح الدول والشعوب.